السؤال اللي جاي كالعادة سؤال سهل، ولكن اللي هيدوس على البازر والإجابة مش عنده هعتبر إجابته غلط. فير جيم، انتوا عارفين، فاللي بيدوس على البازر معناها معاه الإجابة، فهيدوس على البازر ويقول الإجابة الاتنين مع بعض. اتفقنا؟ اوكي؟ سرعة البديهة. والسؤال هو كم عدد الأسهم في الصورة؟ 30. إجابة خاطئة. 31. إجابة خاطئة. مستعجلة ليه؟ لو أنا هديكي كم ثانية؟ الإجابة الصحيحة 34. أنتوا بتتخيلوا إن إحنا هديكوا أسئلة سهلة جدا، لأ، عايزة سرعة بديهة فعلا. النتيجة